بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الآداب والأخلاق الإسلامية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كراتمنا الدروس المهمة لعامة الأمة. يو كما زامو كارنت أبين كيدا ألاك أدلا الدبا دكما هاليا نمسلنشي إفشاء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينا دقا تكينسو يا دسلما متنجرين كتشي ومتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. زاك رينك أين سلما غواندا كساني دا واندا بكساني با. تسلم عندما تدخل وعندما تخرج. زاك يسلما ألوك تندك كي شقا ومتاني دلوك تندك بتدق وجهة. وكذلك لابد من الاستئذان قبل الدخول. إن زاك شقا دولي كني nemi izini neman izinin wanda zaka shiga musu husnul khuluq kyautata hali duk yana cikin ladduban musulunci as-sidq wa dhiddul kadhib yin gaskiya da kuma nisan tankishiyan sa ƙarya tarkal ghiba wan namima wal kaba'ir barin wato cin naman mutane da yin annamimanci kokarin hada fada tsakanin wannan da wancan da kuma nisan tan dukkan manyan laifuka البعد عن المناهي اللفظيه عن الكلام البذيء عن السب عن الشتم نيسانتن لفظا دا ابوبون دا اكا هانا كفرتاوا يا ساسوم مغانغانو الفاشا مغانا الفاشا دا باصا دا قريا دا سوران دي ابوبون دا اكا هانا كلفظتاسو نعم اما ان يقول خيرا او يصمت لا يتكلم كو ابين دا اكي سو سيري متين يفدي الهيري كو كوما يشورو يا زمن بي مغنا نعم يحافظ على اذكار الصباح اذكار المساء اذكار عند النوم اذكار عند دخول البيت عند دخول الخلاء مسلمي يكياي ابين دا اكي كيرنسا ذكري دا سافي ذكري نيما ذكري لوكاتين شيغا مسلاتي لوكاتين فيتا دغ مسلاتي لوكاتين شيغا غيدا لوكاتين فيتا دغ غيدا ذكري لوكاتين باتشي واتو كياي داي نوكان ذكري دا اكا سامو دغ النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عند العطاس يقول الحمد لله idan yayi atishawa yace alhamdulillah yana cikin ladduba wa idha sami'a rajul yaqul lahu yarhamukallah idan kuma yaji wani yayi sai yace masa yarhamukallah thumma yujibu wa yaqul ihdikumullah yuslih balakum shi kuma wancan sai ya amsa sai yace yahdikumullah wa yuslih balakum allah yashiriyakum kuma yara halinku yattabi' hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin ladduban ya rinka bin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yabta'id 'an al-ibtida' fi ad-din ya kuma nisanci yin bid'o'i a cikin addinin sa wallahu a'lam anan zamu tsaya Allah shine masani wallahu a'lam